السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعد الله مساكم متابعينا بكل خير. يا أهلا وسهلا المشاركين الجدد، منورين قناتكم. وصل اليوم لدى معارض بلاتينيوم في المملكة العربية السعودية هونشي موديل 2022 H9، كما تلاحظون فخامة. الأضواء الخلفية الليدي مخارج شكمان ست حساسات خلفية قنوط مقاس 21 إنش، مقابض الأبواب مخفية، يأتي بلونين. طبعا هذه الفئة فئة الفول. أضواء أمامية ليدي لد نهاري كبير، الوكيل الحصري لدى هونشاي هو القميح للسيارات، ويعطي للسيارة ضمان 7 سنوات. لا يوجد أي تغييرات بينه وبين موديل 2021. نفس الموديل ونفس الشكل، يتوافر بلونين، داخلية باللون الأبيض والجملي الفاتح، تخشيب باللون الغامق والأسود، شاشة خلفية مقاس 14 إنش مخفية، تحكم خلفي بالمكيف، مقاعد جلد، 16 وضعية تدليك. السقف بانوراما. يأتي بشاشتين، شاشة العدادات مقاس 13 إنش، شاشة المعلومات مقاس 12 إنش، تدعم أبل وأندرويد كاربلاي. التخشيب جاي باللون الأسود الغامق، سيراميك على الجير، المقود مكسوب الجلد. أضواء LED محيطية على كامل السيارة، فخامة السيارة الصينية هونشي H9 موديل 2022.